أهلا بكم. تحدث أحيانا بعض الأمور التي غالبا ما نراها أمورا بسيطة وغير مؤثرة، ولكنها في الواقع تكون أخطر مما نتخيل، وقد نكتشف في النهاية أن ما ظنناه أمرا عاديا هو في الحقيقة أمر مؤذٍ، وقد يودي بحياتنا إلى التهلكة. وهذا ما حدث مع عالمة الكيمياء كارين ويترهان التي أسقطت بضع قطرات من الزئبق العضوي على يديها، وقد أثر ذلك على دماغها بشكل خطير وغير متوقع. في هذا الفيديو سوف نكتشف معا ما الذي حدث لمخ ويترهان وما سبب حدوث ذلك. ابقوا معنا. هل حدث يوما أن كسرتم ميزان حرارة أو ربما بعض المصابيح الموفرة للطاقة والتي تحتوي في تركيبها على مركب الزئبق؟ هل تدركون مدى خطورة الزئبق على الصحة؟ تعتبر مركبات الزئبق العضوية هي المركبات الأكثر سمية وخطورة على حياة الإنسان، وذلك لقدرة جزيئاتها على التفاعل مع البروتينات والدهون في الجسم. ومادة ميثايل الزئبق تحديدا تعتبر هي الأخطر، وهي عبارة عن سائل شفاف عديم اللون، ويعتبر من أقوى السموم العصبية، ولذلك المركب تأثير بالغ الخطورة على الجهاز العصبي المركزي والكلى وأنسجة المخ، كما أن له قدرة خاصة في التغلب على الحاجز بين الدم والجهاز العصبي بطريقة قد تكون مميتة. في عام 1996 قامت العالمة كارين ويترهان أستاذة الكيمياء غير العضوية في واحدة من أقدم الجامعات في الولايات المتحدة، قامت بإراقة بضع قطرات من مركب معملي يدعى ثنائي ميثايل الزئبق. وعلى الرغم من كون ويترهان من ذوي الخبرة في التعامل مع المواد الكيميائية، وعلى الرغم من التزامها بجميع الاحتياطات ودواعي السلامة كارتداء قفازات خاصة من مادة اللاتكس، إلا أن قطرتي الزئبق قد تسربتا من خلال القفازات. ولأن المركب لم يحدث أي أضرار بالجلد ولم تبدو أي آثار واضحة عليه، لم تهتم ويترهان وألقت القفازات، ولكن بعد مرور شهر بدأت تظهر أعراض مرضية مختلفة على ويترهان، مثل فقدان الإحساس بالجلد واضطرابات في التركيز وصعوبة في الكلام، مما أثار مخاوف لديها من احتمال أن تكون تلك الأعراض هي أعراض تسمم، ولكن الأوان كان قد فات. وبعد عدة أسابيع تم نقل ويترهان إلى المشفى، وهناك اكتشف الأطباء أن الزئبق قد أثر على حوالي 95% من خلايا المخ، ودخلت أستاذة الكيمياء في غيبوبة لمدة 6 أشهر. وفي اليوم 8 يونيو من عام 1997 أعلنت وفاة عالمة الكيمياء غير العضوية، والسبب التسمم الزئبقي. من خلال تلك التجربة الحزينة للعالمة كارين ويترهان يمكننا استخلاص بعض النتائج الهامة والخطيرة. أولاً، القفازات المعملية ليست قياسية من حيث الأمان، ولكي تكون على درجة عالية من الأمان والسلامة يجب ارتداء قفازات مغلقة وطويلة حتى المرفقين، ويحبذ أيضاً ارتداء أكثر من قفاز في نفس الوقت لزيادة طبقات الحماية على الجلد. ثانياً، يجب وضع ميزان الحرارة المنزلي في حافظة خاصة بعيداً عن متناول الصغار، أو استعمال ميزان الحرارة الإلكتروني ذي البطارية، فهو أقل خطورة على حياة الإنسان من الترموميتر الزئبقي. كذلك يجب تجنب المصابيح الموفرة المكسورة وإزالتها بحذر دون لمسها مطلقا. وأخيرا وليس آخرا، نتمنى لكم جميعا الصحة والسلامة من كل سوء، ونشكركم على حسن المشاهدة. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي لإفادة الجميع، وللمزيد اشتركوا بالقناة. إلى اللقاء.